اهلا بيكم. في كلامنا عن السبلاي تشين مانجمنت عايزين نبتدي بداية بسيطة ان احنا نعرف هي ايه السبلاي تشين مانجمنت ونتكلم عن بعض جوانبها بسرعة مع بعض. لو رحنا دلوقتي عشان السؤال بتاعنا what is supply chain management؟ فواحد من التعريفات اللي هنلاقيها هي ان السبلاي تشين هي إدارة كل الفلو بتاع الماتيريال والبضائع والمعلومات من عند السبلاير أبستريم لغاية الكونسيومر في الداونستريم، وكذلك برضو الكلام ده يبقى من خلال التعامل مع شركات مختلفة، التعامل ما بين الأفرع أو الجوانب المختلفة في المؤسسة بتاعتنا. لو بنبيع الحاجة بتاعتنا لريسيلر، حد بيبيعها بعد كده، بنبيع احنا جملة وهو بيبيع قطاعي. التعامل مع العملاء اللي بيشتروا الحاجة بتاعتنا، سواء بيشتروها منا بشكل مباشر أو بيشتروها من الريسيلرز بتوعنا. يعني في الآخر المفروض السبلاي تشين مانجمنت ده بيدير أو بيتعامل مع كل جوانب الشغل. أوكي، من أول المنتج بتاعنا بيتجهز إزاي، بنجيب الرو ماتيريال أو العناصر الأساسية اللي لو بنشتغل في مجال الصناعة مثلا بنجيبها منين، زي بنجهز الحاجة وبنعدها بحيث تبقى في صورة قابلة للاستخدام وتروح للعملاء بتوعنا، سواء العملاء بتوعنا دول هيشتغلوا عليها بعد كده، او العملاء بتوعنا دول موزعين، او العملاء بتوعنا دول هم المستهلك الاخير للمنتج بتاعنا. من ده ممكن احنا برضو نقول والله ان السبلاي تشين دي ممكن تبقى التكامل ما بين الرايت برودكت والرايت كوانتيتي والرايت كواليتي والرايت بليس والرايت تايم والرايت فاليو. طبعا اكشولي هنا احنا بنتكلم على 6 حاجات، يمكن احد الاساتذه المحترمين اللي كانوا بيتكلموا من جامعه روتشرز كان بيتكلم على 11 رايت ثينج، مش هتكلم عنهم دلوقتي، هنجيبهم سيرتهم في وقت تاني ان شاء الله. لكن المهم ان احنا بنقول ان دي برضو ادارة او تكامل ال6 عناصر دهي. ال6 عناصر دي الحقيقة احنا ممكن نقسمهم لمجموعتين رئيسيتين، مجموعة الرئيسية البرايمري تارجت والسكندري تارجت. البرايمري تارجت المقصود بيه ان انا انتج المنتج الصح ويكون في المكان الكويس في الوقت المناسب. اوكي، ده علشان ده اللي هتعامل بيه مع العملاء. السكندري تارجتس بقى ان انا يبقى عندي كميات معقولة علشان المخزون وإدارة المخزون، والكواليتي بتاعته تبقى ممتازة، والقيمة كمان المضافة ليه زائد السعر بتاعه يكون بشكل معقول. طبعا التقسيمة دي الحقيقة تقسيمة ممكن يختلف فيها العلماء بتوع supply chain management، ويحطوا ايه كبرايمري تارجت وايه كسكندري تارجت، لكن الحقيقة اعتقد ان احنا مش هنختلف مع بعض لو قلنا ان كل العناصر الستة يعتبروا مهمين وأساسيين بالنسبة لنا. من هنا كان لازم برضو نتعرض لأحد الأساتذة في علم إدارة supply chains اسمه يوداتا باليكار. والحقيقة يوداتا باليكار كان قدم لنا supply chain management من خلال إنه بيقول إن هي عبارة عن التعامل في داخل المؤسسة ما بين عناصر العمل المختلفة وزيادة القيمة اللي هتوصل للعميل. وهنا الاهتمام بالقيمة اللي هتوصل للعميل الحقيقة أمر أجمع عليه الجميع، فإن أهم حاجة في السبلاي تشين مانجمنت هو إزاي نزود القيمة اللي بنضيفها على
المنتج بتاعنا، بحيث ان العميل بتاعنا يبقى في اعلى رضا من اعلى مستويات الرضا، وفي نفس الوقت نقدر نحقق بيه يعني منافسة مستدامة نقدر نكمل منافستنا بيها في السوق اللي احنا بنشتغل فيه. برضو من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، ليه السبلاي تشينز اساسا موجود؟ لو جينا نتكلم على وجود السبلاي تشين، هنلاقي ان بيزيكلي انت مش ممكن تكون عندك كل المصادر بتاعت المواد الاوليه. يعني لو بنتكلم على زيكو مثلا، زيكو كافيه، هيبقى عنده مزرعه الشاي ومزرعه القهوه بتوعه ومزرعه السكر كمان، المزرعه اللي هيعمل فيها سواء بنجر او قصب او عشان ينتج السكر، وبعدين هيعمل مصنع سكر، ويبقى مش ممكن انت تملك كل حاجه. ثانيا، من القواعد الاقتصادية المعروفة إن من اللي بيزود ربح المجموعة كلها أو الناس كلها مع بعضها إن كل واحد يتخصص في حاجة هو أحسن فيها ويشتغل فيها، وبالتالي هيقدر ينتجها بتكلفة أقل ويبيعها للآخرين، هو يكسب والآخرين يبقوا برضو طلعوا كسبانين. فخفض التكاليف واحد من أسباب وجود سبلاي تشينج. بالإضافة إلى الحاجة الأخيرة، وهي إن مفيش حد يملك كل الخبرات المطلوبة لإنتاج كل حاجة. حتى لو أنت عندك كل الريسورسز وده مستحيل، لكن حتى لو افترضنا إن المستحيل ده اتحقق، فهل أنت قادر على إن أنت تعمل كل حاجة؟ يبقى بالثلاث نقط الأساسيين دول إحنا نقدر نقول إن مفيش اي نوع من انواع العمل ممكن يتم الا في وجود سبلاي تشين. اوكي، لازم حد هتاخد منه وحد هتديله، وانت في النص بتضيف قيمة للحاجات اللي بتاخدها قبل ما تديها للطرف الاخير في السبلاي تشين بتاعك. فده بسرعة كلمتين عن السبلاي تشين، يعني ايه سبلاي تشين مانجمنت، ليه السبلاي تشينز بتبقى موجودة، واحتياجنا ليها بيتم ازاي. فأرجو ان احنا نكون شايفين الصورة، وان شاء الله الصورة برضو تتضح اكتر كل ما نتكلم في موضوع اخر. نشوفكم في فيديوهات تانية نتكلم فيها مع بعض ان شاء الله عن الـ Supply Chain Management.